السلام عليكم، أنا شريفة جمال من السودان. أنا شغالة في الاستاب بتاع ACASC Admission Center for Advanced Studies of China. طبعاً نحن بنعمل على استقطاب الطلبة للدراسة في الصين. معنا اللي هي طبعاً طالبة سودانية، حابين نتعرف عليها ونشوف كل شيء حصل معها. يلا معنا. السلام عليكم، عارفين عليك؟ وعليكم السلام، أنا اسمي مروة المعتصم، بدرس طب في السنة الثانية. طيب يا مروة، من وين جاية أنت؟ أنا سودانية وجاية من الإمارات. ونعم. طيب يا مروة، احكي لنا بداية ما جيت الصين، ولا كيف جاية، كل البروسيس اللي حصل معك. طبعاً أول حاجة، أول ما خلصت مرحلة الثانوي بدأت مرحلة إنه التفكير للجامعة، يا تجامعة حمشي وكذا. فاتعرفت على موقع ACASC اللي هو عن طريقه، عرفت إنه كيف أجي للجامعة، وسهلوا علي خطوات كثيرة يعني. كويس يا مروة. طيب أول ما وصلت الصين، شنو الصعوبات اللي واجهتك، بما إنه نعرف إنه الصين هي دولة ما بتكلم لا لغة إنجليزية ولا لغة عربية؟ طبعا يعني زي ما قلتي، مشكلة اللغة كانت من أول الحاجات اللي واجهتني هنا أول ما جيت الصين وكذا. بس طبعا دي كانت يعني عبارة عن أول الأسابيع الأولى يعني، بس إنه أول ما بدينا إنه الجامعة وأخذنا الكلاسات اللغة الصينية وكذا، كانت كل حاجة سهلة وعرفنا اللغة يعني، وبتجب الممارسة الحمد لله. طيب يا مروة، لما أنت في السنة الثانية، حاسة شنو شعورك وأنت في الصين؟ مبسوطة؟ كيف الجو حوالينك؟ كيف الناس اللي حوالينك؟ طبعا أول حاجة يعني هنا في الصين يعني في تنوع كثير، تنوع في الثقافات، تنوع في الجنسيات، ناس من مختلف أنحاء العالم، فيعني بتتعرف على ناس جدد. وبالنسبة للسودانيين، في عندنا سودانيين كثير، وفي بينهم كلهم تكافل وترابط وتعاون يعني. طيب حلو شديد. طيب شنو بتنصح الطلبة اللي يدوب متخرجين من الثانوي ومحتارين وما عارفين يمشوا أي جامعة تانية؟ طبعاً أنا بنصح كل الطلبة اللي ما عارفين وين يمشوا بعد ما خلصوا الثانوية وكذا، يزوروا موقع ACASC اللي هو www.acasc.cn، ومنه إن شاء الله حيتعرفوا على كل المعلومات اللي هم عايزين يعرفوها للجامعة اللي حابين يمشوها. طيب يا مروة، شكراً شديد، وتشرفنا باللقاء معك.